شهد عام 2015 كسابقته من الأعوام الإنجازات العظيمة التي حققتها منطقة مدينة دبي الطبية الحرة، حيث تم إطلاق مشاريع في مجالات الرعاية والرفاهية الصحية إلى جانب التوسع في الخدمات السريرية ورفع مستوى التثقيف الصحي لتقديم خدمات عالمية المستوى لخدمة المجتمع في مدينة دبي والمنطقة، وتم تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية. وبمساعدة شركائنا الاستراتيجيين حرصنا على تحقيق زيادة مضطردة في عدد المراكز الطبية المتخصصة، وعملت مدينة دبي الطبية أكبر منطقة حرة متخصصة بالرعاية الصحية في العالم على تطوير القوانين المعتمدة لديها، حيث أضافت دولاً جديدة إلى إطار منح التراخيص لديها ليصل العدد إلى 63 دولة لزيادة عدد المختصين من ذوي الكفاءة العالية. وتم إطلاق مشروع المرحلة الثانية التي تعتبر بمثابة توسعة في عالم الرفاهية الصحية وتغطي مساحة 22 مليون قدم مربع، وتم الإعلان عن التطوير في المرحلة الثانية من مشروع الفرسان، وهو مجتمع متكامل يتضمن الشقق الفخمة المفروشة وفنادق فئة 4 و5 نجوم ومحلات البيع بالتجزئة والترفيه. وامتدت الإنجازات أيضاً إلى مجال التعليم الصحي، حيث تم الإعلان عن الشراكة الأكاديمية مع جامعة كوينز بلفاست أحد أبرز الجامعات البحثية في بريطانيا للعمل على تطوير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وكلية الطب التابعة لها، وتم الكشف عن هوية أولى كلياتها كلية حمدان بن محمد للطب الأسنان التابعة لها. وواصل مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي جهوده لرفع مستوى التثقيف الطبي في المنطقة عن طريق إقامة الفعاليات وورش العمل. وخلال النصف الأول من عام 2015 تم عقد 250 فعالية حضرها أكثر من 15,000 مشارك. تم الاحتفال بافتتاح المدرسة السويسرية الدولية العالمية في دبي، وهي المدرسة الأولى التي تقدم مناهج تعليمية متعددة اللغات في مقرها الجديد الموجود في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، وتشمل اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. ومن منطلق اهتمامها بالصحة العامة وكونها من صميم التزاماتها، فقد قامت مدينة دبي الطبية بإطلاق العديد من المبادرات وتنظيم الفحوصات العامة، فقد تم تنظيم الفحوصات ليوم الصحة العالمي واليوم العالمي لمكافحة التدخين. وبمناسبة يوم التوحد العالمي قام فريق المركز الطبي بزيارة مدينة دبي للتوحد ملتقين ما يقارب 100 طفل. وتم إطلاق مهرجان مدينة دبي الطبية للصحة بتنظيم الفحوصات الطبية للعامة في اليوم العالمي لمرضى السكري. وقامت عيادة دبي لطب الأسنان بدعم مبادرة حمدان بن محمد للعناية بنظافة الفم والأسنان، حيث عملت على إجراء الفحوصات لأكثر من 2000 عامل. وكثمرة لجهودنا المبذولة في هذا المجال، فقد أظهر استبيان رضا المرضى أن 9 من 10 أشخاص راضون عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة في مدينة دبي الطبية. بنهاية عام 2015 تم الإعلان عن قطاعات جديدة ضمن المنطقة الحرة، هما سلطة مدينة دبي الطبية، قطاعا الاستثمار والتعليم. لقد حققنا هذه الإنجازات بدعم ومساندة شركائنا، وستدفعنا هذه الإنجازات لمواصلة التقدم في عام 2016 وما بعده.